بمقر ولاية جهة إقليميم ودنون، عقد المجلس الإقليمي لإقليميم دورة استثنائية تتعلق بنقطة فريدة تهم التداول والمصادقة على اتفاقيات الشراكة بين المجلس الإقليمي لإقليميم والتعاونيات المحلية وجمعيات المجتمع المدني حول إنجاز برنامج أوراش. الدورة رأسها السيد رئيس المجلس الإقليمي بحضور الكاتب العام لولاية إقليميم ودنون وبعض رؤساء الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم إقليميم، والسادة أعضاء وعضوات المجلس الإقليمي، والسادة رؤساء المصالح اللامركزة ورؤساء الجمعيات والتعاونيات الملتقات في برنامج أوراش على مستوى الإقليم. مرت الدورة الاستثنائية 27 يونيو اللي كانت فيها نقطة واحدة وهي برنامج أوراش. انتم كتعرفوا بان هذا البرنامج كيستهدف واحد الطبقه ديال الاقليم واللي غادي تكون تخلق واحد الرواج ديال التشغيل واقتصادي. بطبيعه الحال كل استبشر خير بهذا سميتو، الحمد لله هذا سميتو وقعنا واحد 57 اتفاقيه مع جمعيات وتعاونيات اللي تخلق واحد تقريبا 700 منصب شغل لمده 3 شهور متتاليه، واللي غاد اللي حقيقه هي هذه المبادره نشجعوها، وبغينا مبادرات بحالها لانها كتهدف لواحد الفئه ديال الشباب في مجال التشغيل اللي كنعرفوا بان الجهه ديالتنا اللي هي اعلى نسبه بطاله على الصعيد الوطني، واستبشرنا كمسؤولين وكمنتخبين وكساكنة وكمجتمع مدني بهذه المبادرات وكنرحبوا بهم. الدورة عرفت التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتعاون المتعلقة ببرنامج أوراش بين المجلس الإقليمي لإقليميم والجمعيات والتعاونيات الملتقات والقطاعات الوصية، حيث ستعمل هذه الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات والتعاونيات البالغ عددها 57 على خلق وتوفير ما يناهز 700 منصب شغل مؤقت كمرحلة أولى من إنجاز وتنسيق هذا البرنامج بإقليم إقليميم. تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية والمجلس الإقليمي والمديرية الجهوية للفلاحة بخصوص ورش اجتثاث شجرة الصبار المتضررة من الحشرة القرمزية. كنتمناو لهذا الورش التوفيق، والورش قسم 3 أشهر فيما هو تطبيقي وفيما هو ميداني. المشكور لهذا المجلس الإقليمي بهذه الالتفاتة ديال أوراش. اليوم سنين الاتفاقية ديال الشراكة مع المجلس الإقليمي في مجال أوراش بالاهتمام بالمجال البيئي والمساحات الخضراء، باش الاهتمام بالمجال المدينة إن شاء الله والحزام الأخضر، وكنحيي المجلس الإقليمي على هذه الالتفاتة وشكرا. من أجل الشباب ليسدل الستار على أشغال هذه الدورة الاستثنائية برفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله. هذا هو طول العمر ويبارك مسيرتكم ظافرة ويرعاكم بفضله وعنايته، وأن يحقق على يديكم الكريمتين ما يصب إليه شعبكم العزيز من رقيه وازدهار، ويقر عينكم بولي عهدكم صاحب جلالة صاحب سمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزركم بشقيق جلالتكم صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وأن يحفظ سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه على ما يشاء القدير وبالاستيباد.